هلو يا حلوين، فيديو النهاردة هيكون ريفيو عن سيرم اماندا. زي ما قريته في العنوان هعمل ريفيو عن السيرم بتاع اماندا ده، اللي هو اسمه كريستال شاين انتي فريز سيرم. طيب اول حاجة، بس انا عارفة ان انا بقالي كتير ما عملتش فيديوز، فبقالي تقريبا اكتر من 20 يوم او 25 يوم. سوري بجد، ان شاء الله هحاول ان انا انتظم في الفيديوهات الفترة الجاية، واحاول على الاقل ان انا انزل فيديو في مرة في الاسبوع. انا اتأخرت في الفيديوهات الفترة اللي فاتت عشان ربنا رزقنا ببيبي صغنون، فعشان كده ما كنتش عارفة اصور فيديوهات بقالي فترة طويلة. بس ان شاء الله الفترة الجاية هنتظم، وهحاول ان انا يبقى على الاقل في فيديو واحد في الاسبوع ان شاء الله، ان ما كانش اكتر يعني. وهحاول بعد كده الفترة الجاية يبقوا فيديوهين او ثلاثة في الاسبوع، وارجع زي ما كنت بنزل الاول فيديو يوم بعد يوم او فيديو كل يوم وكده. خليني بقى اقول لكم رأيي في السيرم ده بتاع اماندا. انا كنت كل السيرمز اللي انا استخدمتها كنت اتكلمت عنها في فيديو منفصل، تقريبا الفيديو ثلاث فيديوهات تقريبا قبل ده او فيديوهين قبل ده. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس، او هسيب لكم الفيديو في الاي كارد. اتكلمت عن كل السيرمز بما فيهم ده، بس قلت لكم السيرم ده هو مبدئيا حلو، ما كنتش استخدمته غير مرة او اتنين، وقلت لكم استنوا عليا شوية جربوا وهعمل لكم عنه ريفيو مفصل. فانا استخدمته تقريبا اللي هو اولموست خلاص خلصوا يعني. هو من السيرمز الحلوة والموجودة يعني، سهل ان انتوا تلاقوها، وفي نفس الوقت سعره رخيص، سعره 52 جنيه بس، فسعره حلو بالنسبة للحاجات التانية. انا اتفاجأت اصلا ان لوريال بقى ب 190 جنيه وحاجات كده، انا كنت جايباه ب 70 جنيه، فمش عارفة بقت 190 جنيه ليه يعني. ده بصراحة حلو وسعره حلو، فعشان كده قلت اعمل عنه ريفيو. هو باي ذا واي السيرم اللي انا حطاه النهاردة على شعري، وبقالي فترة كبيرة بستخدمه والشعر مبلول بعد الشاور على طول، او بستخدمه بعد البيبي ليس لو انا حاسه ان الشعر هايش شويه وعايزه شكله كده يبقى مظبوط شويه بستخدمه برضه. فخلينا اقول لكم بقى، هو مكتوب عليه ان هو كريستال شاين انتي فريز سيروم، ايزي ستايلينج، جلامور شاين، اكسترا سترينث، وفريز ديفنس. ومكتوب عليه ان هو لمعان الكريستال ونعومه الحرير. مكتوب طبعا طريقه الاستخدام، ضعي كميه قليله على حسب حاجتك ودلكي بيها شعرك سواء مبلل او جاف بطريقة متساوية. كم هو لا يشطف الشعر بالماء بعدها، والكمية بتاعته 50 ملي، وان هو made in Egypt. الكمية بتاعته تعتبر بالنسبة لبقية السيرمز صغيرة، بس بالنسبة لسعره فهو حلو يعني، وانتي مش بتحتاجي منه غير بامب صغنونة، فحلو جدا. هو فعلا بيستخدم زي ما هما كاتبين، ممكن تستخدميه والشعر مبلول والشعر جاف براحتك زي ما تحبي. قصة بقى ان هو بيخلي تسريح الشعر اسهل، فدي بصراحة حقيقة يعني، ان انتي بتسرحي شعرك بسهولة، بس مش بيفك التشابك يعني. لو انت شعرك متشابك في بعضه جامد يعني ومتلبك، فما تتوقعيش ان هو ده اللي هتحطيه على الشعر وهيفك التشابك. لا، ممكن تستخدمي بلسم بقى او سيرم تاني يكون بيفك التشابك، انما هو هيسهلك تسريحه بس. ومكتوب عليه ان هو جلامر شاين، يعني بيدي لمعة حلوة للشعر. بصراحة بيدي لمعة حلوة للشعر، بيخلي شكل الشعر شكله حلو. مكتوب عليه كمان ان هو اكسترا سترينث، يعني مش عارفة بيخلي الشعر اقوى، محسيتهاش دي بصراحة يعني، فدي لأ يعني حسيتهاش. وان هو مش انتي فريز، هو شعرك هيهيش عادي جدا خالص لو انت تعرضتي لرطوبة او كده، مش من الحاجات اللي بتتحكم في الهيشان بتاع الشعر. فهو حلو جدا بصراحة لو انت تستخدمي استخدام يومي، عايزة حاجة كده تكون حلوة للشعر كل يوم، خصوصا كمان في الفترة اللي احنا فيها دي، ما بيبقاش الشعر الجو حر قوي او الرطوبة عالية، فالشعر ما بيبقاش هايش اصلا، فهيبقى حلو معاه ان هو هيدي شعرك الترطيب المناسب وهيخلي شكله حلو وبيلمع من غير ما يعني مش هيتحكم في موضوع الهيشان ده بامانه يعني. تتوقعيش ان هو هيديكي حاجه ضد الهيشان، لا، شعرك هيهيش عادي جدا. لو انت عموما روتين شعرك اللي انت تستخدميه في ساعه الشاور حلو، بتستخدمي بلسم يكون قوي، بتستخدمي حمام كريم، فهتلاقي ان شعرك نوعا ما الهيشان بتاعه اقل، او ان هو كده شكله مهندم او مترتب اكتر، ومعاه ده فهيديكي ريزلت حلو جدا، فرول حلو جدا للشعر، بيديله لمعة وترطيب حلو جدا، وكمان متاح في كل فروع اماندا الموجودة، ومتاح كمان على السوق. انا كنت جايباه من على السوق، كان ب 52 جنيه.
وسعره كمان حلو زي ما قلت لكم. فبصوا هم كاتبين عليه ان هو بتحطي من طول 4 دروبس على شعرك وبتبتدي توزعيهم من نص الشعر للاخر، ما تجيبيهوش على الراس من فوق او على فروه الراس، وده فعلا صح يعني ما تجيش تطبقي السيرم من فوق. انا بصراحه بستخدمه ان انا بحط 1 اور 2 دروبس بس على الشعر كله، برده من النص هنا لغايه الاخر، ما بجيبش خالص السيرم من هنا لانه ممكن يزيت لك شعرك او يخلي شكل الشعر من هنا كانك مش مستحميه وشكلك مش حلو كده بقالك 20 سنه ما استحمتيش، فبيخلي الشعر يلزق خصوصا لو شعرك دهني. شكله عامل ازاي؟ زي ما يكون زيت. لو انت شعرك دهني بلاش موضوع ان انت تحطي عليه 4 دروبس، ده هيبقى كتير جدا وهيلزق الشعر في بعضه. انما لو انت شعرك جاف قوي ومسبوخ فممكن تحطي، شعرك جاف قوي فحطي عليه بقى ال 4 دروبس وكده، بس برضو حطي يعني نقطتين وشوفي لو انت محتاجه اكتر حطي تاني، عشان ما تلاقيش مره واحده ان انت حطيتي عليه كميه كبيره وشعرك لزق وهتبقي مضطره ان انت تستحمي تاني ساعتها، مش هيبقى لها حل يعني. بس غير كده هو كمان امتصاصه سريع، يعني لو هتلاقوا هنا ما عادش على ايدي حاجه، هو عملت كده ما عادش على ايدي حاجه، فهو مش بيخلي لو انت حطيتي الكميه المناسبه مش بيخلي الشعر شكله ملزق وان انت حاطه حاجه ستيكي كده وعماله تلزق، مش زي بتاع فاتيكا مثلا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. بتاع فاتيكا بتعملي ايدك كده تلاقي حاجه عامله زي العسل كده طلعت في ايدك، فمش حلو خالص. بس ده لا مش بيعمل الحركه دي. هو كمان مكتوب عليه ان هو نان ستيكي فورمولا، ففعلا هو مش بيلزق الشعر خالص، بس برده ما تاخديش منه كميه كبيره. هو معمول للشعر الجاف والمجعد، ده اللي هم كاتبينه على العلبه، فمش مناسب للشعر الدهني يعني، بس لو انت استخدمت منه بامب او تو بامب للشعر الدهني فهيبقى مناسب جدا، يعني مش لازم تستخدمي منه كميه كبيره. هو السيرم عموما ما تكتريش منه عشان ما يلزقش الشعر ايا كان هو يعني ستيكي او مش ستيكي. بس في سيرمز بتبقى فعلا رخمه في موضوع الاستكنس ده، ان هي من بامب واحده بتلاقي الدنيا باظت وتلاقي شعرك لزق وبقى شكله مش حلو كانك ما استحميتيش بقالك سنين يعني. بس ده مش كده خالص، ده مجرد ما انت بتحطيه الشعر بيدي لمعه حلوه للشعر وما بيسيبش خالص اي ملمس ملزق او دهني على الشعر. بس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان في 80% من اللي بيتفرجوا على القناه مش بيعملوا سبسكرايب، فبليز ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تضغطوا على علامه الجرس وتابعوني على انستغرام، بسيب اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.